يعني ميمي جمال، اولا ميمي جمال يعني معانا بتتفرج على الماتش بره الاستوديو وقاعده على اعصابها جدا. وانا بشكرها قبل ما ارحب بيها لانها قبلت انها تيجي وعارفه انه الناس كلها بتتفرج، بس هي كمان جايه معانا وقالت لي والله لو مصر فازت هزغرت. ميمي جمال منوراني في التاسعه. ربنا يخليك يا حبيبتي بجد، والله 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 انا قاعده واقول يا رب نفسي ادخل والجون يجي جون عشان ازغرط. وبعدين بصي الفال اول ما حطينا الكليب بتاع ميمي جمال قالت ايه؟ هو فرح العمده هيبقى فرح العمده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خليني بس اقول لكم ميمي جمال، مين ميمي جمال؟ ميمي جمال الوجه الجميل، الوجه اللي كله ابتسامه، اللي تلاقيها في كل انواع الدراما، تروح للسينما الحلوه تلاقي ميمي جمال، تروح للمسرح المنور ميمي جمال، تروح للتلفزيون ميمي جمال، معشوقه الجميع في الوسط الفني، محبوبه، كل ادوارها فيها بهجه، هي ست جميله. ما اعتقدش انه ميمي جمال اولا ست جميله في الوسط وست جميله في بيتها، يعني وكمان لما تكون معاشره اجمل انسان ورمز وخفه الدم، يعني فنان العظيم حسن مصطفى. ميمي جمال وحشتنا، مشوار فني طويل، مشوار فني محترم، مشوار فني قدمت فيه ادوار ما فيش احلى من كده، واحنا لسه بنقول لها احنا منتظرينك لانك وحشتينا. وحشتينا يا ست ميمي، ربنا يخليك كدا. يا شفكي ميرسي بجد وحشتيني. ميرسي على المقدمه الحلوه الجميله دي والكلام الجميل بتاعك، وانا سعيده جدا جدا ان انا النهارده بتكلم، لاني هقول لك حاجه، انا قعدت طبعا فتره طويله بعد وفاه جوزي ما قدرتش اشتغل طبعا، وبعدين فكرت ان انا ابتدي يعني، طب بنتي دي اتجوزت وبنتي دي اتجوزت وانا دلوقتي طب ايه؟ اخش في المجال اللي انا فهماه بتاعي ودورك مطلوب والادوار الحمد لله يعني. فانا بدات يعني اول حركه عملتها كانت غلط. انا قاعده بقالي 5 سنين في البيت بتفرج على التلفزيون فبسمع ارقام الفنانين، انت واخده بالك؟ يعني ما اعرفش كام اللي بياخد 20 مليون و50 مليون و10 مليون و3 مليون فانا قلت بقى ما هخش على المجال طبعا، يعني اذا كان دول بياخدوا 3 و4 و5 اخد انا 1 مليون على الاقل اخد اي حاجه. أيوة. فاول ما دخلت كان مع المنتج كان الاستاذ ممدوح شاهين، فانا داخله المكتب عشان اتفق معاه، فانا فاهمه بقى انه اول ما هخش هيقول لي، فلقيته قال لي رقم كل اللي انا قدرت اعمله ان انا قمت من على الكرسي ما اعرفش ايه اللي جرالي وخدت بعضي وخرجت. طبعا حاجه رذيله جدا وثقيل جدا ومش حلو ابدا اللي انا عملته، بس انا زي ما تكوني اتصدمت، قلت الله طب ده انا كنت جايه متعشمه. ايوه لان يمكن تكون في ظروف يعني بقى مختلفه يعني وحسابات لا طبعا طلعت غلطانه جدا لاني بعد كده. طب خليني اطمنك ان الشوط الاولاني انتهى وفريقنا بيلعب وبيلعب ضربات كويس. جزاء لا لسه 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 في شوط تاني، بس عايزه اقول لكم حاجه، يعني فنانه ميمي كانت قاعده موجوده في الكواليس وكل ما نسمع زمايلنا اللي بره في الكواليس بيهيصوا انا وهي ايه في ايه يعني لا مش ايه في ايه لا طيب. لا بس خلينا نرجع زي ما انت قلتي، انت دلوقتي حسيتي لانه الحسابات اتغيرت والدنيا اتغيرت الدنيا، احنا يهمنا ان انت ترجعي اولا. أيوة. يعني يهمنا جدا انك ترجعي وكل حاجه هتتظبط بعد كده. هقول لك حاجه، انا كان يهمني قوي ان انا مادام هرجع اعمل حاجه ذات قيمه. يعني الى حد ما مش مهم بقى ان انا ارجع لادواري وشغلي بتاع زمان اللي كنت، انا دلوقتي داخله الوسط ده زي ما اكون وجه جديد بقالي 5 6 سنين بعيده وداخله وجه جديد على كاميرات جديده وعلى اضاءه جديده وعلى طريقه اخراج جديده وعلى حاجات، لدرجه ان بقيت اسال اقول انا فين السبوت بتاعي. انت خايفه؟ انا هقول لك بصراحه، خايفه تقولي ايه؟ هو انا هعرف امثل تاني؟ لا ده لسه هقوله لك. ايوه ده انا لما جيت اول حاجه عملتها مدام شيرين عادل، مخرجه جميله قوي 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 وست جميله حقيقي يعني، فحفظت قوي عشان انا يا ترى هطلع هقول ولا انا صديت عايزه حد يلمعني تاني. فاول ما الكاميرا نورت وابتديت اتكلم فلقيت نفسي ان انا ايه، ميمي جمال طلعت ما انا كويسه اهو في ايه. فقلت لا انا لازم اعمل دور بقى حلو، ف
فجاني دور ما بصتش بقى للماديات خالص. شخصية بالنسبة لي جديدة لانج ما عملتهاش قبل كده خالص، اللي هو آخر دور. ده تأليف وسام صبري وإخراج الأستاذ حسين المنباوي. عاملة شخصية يا شافكي اليومين دول الناس كلها بتتكلم على ده. ايه بقى؟ ايه بقى؟ قولي. يعني واحدة ست عندها بنتين. بنت من جوزها الأولاني والبنت التانية من الراجل اللي اتجوزته جديد. خلاص؟ الراجل اللي اتجوزته جديد ده توفى فساب لها ميراث. خلاص؟ دي مشاكل العائلات كلها. البنت بقى بنتها عايزة تقول لها انت اوعي الميراث اللي كتبه لك أبويا تديه لبنتك التانية. ده فلوسي أنا. والاتنين أختين. التانية أخت بس مش من نفس الأب. من أبتين. اوعي. فأنا متهددة إن أنا أدي لبنتي حاجة، خايفة بنتي مريضة مش قادرة أروح أشوفها، مش قادرة أروح أدفع لها تمن مستشفى من البنت التانية دي. لغاية ما بنتي بره بعيد يا رب التانية توفت. طب دلوقتي خلاص بقى أنت بتشتكي من إيه؟ ما التانية اللي كنت بتتكلمي عليها توفت أهي. اللي موجود ده حقي أنا بقى، ده ميراثي أنا. فلوس أبويا، أنت عايزة إيه من الميراث؟ عايزة منه إيه؟ أنا هاخد لك شقة كويسة اقعدي فيها تاكلي وتشربي، هجيب لك واحده ست تقعد تخدمك، والفلوس دي عايزاها في ايه؟ لا بقى ده كان على فكره هي شريفه عقل. ماهر شوفي. أيوة. بقى رشوان توفيق. ايوه شوفي انا بتكلم في الحدوته دي، اما تشوفي بنتي بتعاملني ازاي، حطاني في قلب الشقه وقفل عليا عشان ما اخرجش من البلكونه اشوف حد اشتكي له. احساس قاتل. أنا عايزة أعرف يعني الولاد دول، ما الست دي كبيرة هتقضي كام سنة كمان؟ ما تسيبوها لما الفلوس بتاعتها. اللي هي فكرة ما الست دي كبيرة سيبوها، والأب ده كبير سيبوه. خدوا بركتهم. أيوه مش بس بركتهم، هم هيتوفوا وهتاخدوا الفلوس هتاخدوها. طب ليه بتسبقوا الأحداث؟ ما تسيبوهم يعيشوا في خيرهم. كنت حاسه انك بتمثلي ولا قلبك موجوع من اللي بقى يحصل؟ لا انا الحمد لله رب العالمين ما عنديش المشكله دي خالص، الحمد لله. انت عندك بنات زي انا الفل. عندي بناتي ربنا يديهم الصحه والعافيه. احلى تربيه. لا وانا شوفي هقول لك حاجه يا شافكي، انا كتبت باسم ولادي كل حاجه. شوفي انا بقول لك اهو بصراحه كل شيء، حتى البيت اللي انا قاعده فيه. ليه يمكن بنت تقول هعمل حاجة إلا لما تاخد رأيي؟ يا ماما نعمل كذا؟ نسوي كذا؟ أنت كتبتي يعني بعد وفاة الأستاذ حسن مصطفى؟ كتبتي. كنت خايفة أنه أي حاجة تحصل، مش عايزة البنات يحصل لهم. لا عشان دول بنات، ما عنديش ولد. ما عنديش ولد. فلازم. المهم أنا بقولك التربية بتفرق، التربية بتفرق طبعا. فالنهاردة أنا لما عملت الدور ده بقيت أبكي من قلبي. الأستاذ حسين منباوي يقول لي يا مدام أنا عايز الموقف ده، أقول له تلاقيني وشي رايح وعيني رايحة وبنتي بتكلمني. أنت بتبكي على الزمن والناس. بتشخط فيا، بتشخط فيا، بتبهدلني. جه على بالك الفنان يعني رشوان توفيق وقتها؟ لا ما جاش على بالك. لا أنا جه عليا أنا في الموقف ده، لو اتحطيت في الموقف. أيوة. ده هعمل ايه؟ لكن دلوقتي بقى احنا بنتكلم صفحه بيضه كبيره بقى. شريفه ماهر دي ست شقيت في حياتها كممثله وبنت مش عارفه بيت وباعت ايه وودت ايه وجابت ايه وعملت ايه وعملت فلوس، خلاص؟ طب ابنها ده ليه بيعمل معاها كده؟ بصي خلينا نسيب اسماء الناس وخلينا نتكلم على اللي انت بتقوليه، لانه برضو احنا مش عارفين تفاصيل. بس انا معاكي، مش عارفين. احنا متضايقين من ان وعشان رشوان كمان. احنا متضايقين من العقوق، يكون في عقوق ويكون في مشاكل ويكون لا في لا ناس. لا وحش. فانت الدور ده عملتيه من قلبك. عملته فعلا للحالات اللي ممكن تبقى موجوده في المجتمع، اللي بقينا بنشوفها في المجتمع. بعد كده بقى عملت بقى شخصيتين كمان. بصي يعني مهمه قوي الادوار دي، لان هي بقت بتغطي حالات كتير جدا. أيوة. فعشان كده بتمس قلوب الناس على طول. مظبوط. حاسه ان الدراما كمان اتغيرت، لانه كمان دخول السوشيال ميديا بقت بتنقلك بقى اخبار وقصص وحكايات. صح. فحاسه ان انت تقدري تعالجي مشكله كبيره مثلا الناس شافتها. مظبوط. حاسه ده بقى مختلف. يعني بس يعني كل كل المجال كله اتغير شويه، او يمكن انا
يعني كنت يعني من 5 6 سنين طبعا اكيد في طبعا في تطور حصل طبعاً. يعني انا شويه استغربت بس اتعودت يعني دلوقتي اتعودت يعني ابتديت تاني تالت عمل دلوقتي بالنسبه لي، وان شاء الله يا رب الحاجات دي لما تتعرض يعني مثلا اللي شفناه دلوقتي ده بتاع مدام شيرين عادل ده زي القمر، دي شخصيه انا لو زمان تقولي لي تعالي واعملي شعرك كده واغسلي وشك وبتاع اقول ليه، لكن دلوقتي انا ما بقتش بهتم. الزمن اتغير لان يعني بيقول لك ما تعمليش مكياج الشاشه الكاميرا الجديده الاتش دي كله مختلف الوش مش لازم تعملي ميك اب مش عارفه مش لازم ايه، فابتديت الى حد ما دلوقتي الدنيا مشيت. لا لو الماتش عامل ايه؟ ما الماتش خلاص الماتش احنا في الدقائق الاخيره في الاكسترا تايم الثاني ان شاء الله خير، يمكن نلعب بقى ضربات ترجيحيه هنشوف. انا حاسه ان ده مش ماتش كوره ده ماتش مصارعه. مصارعه. عملتي اي حاجه خاصه في الكوره؟ لا مسلسل فيلم الكرة كانت مؤثرة قوي يعني في الثمانينات كان في أفلام كتير في السينما بس أنا ما عملتش حاجة للكرة بس حريف غريب في بيتي الدرجة الثالثة كان في حاجات كتير غريب في بيتي كان حسن أنا كان حسن. حسن وكان طالع الكابتن المدرب مع نور الشريف كان هو المدرب كان هو المدرب كان كروي قوي استاذ حسن زملكاوي كان زملكاوي ما هو كان نور الشريف زملكاوي في الفيلم برضه هما الاثنين لا كان في افلام حلوه في مواضيع حلوه يا شفكي في مواضيع حلوه يعني احنا لغايه النهارده بنقعد نتفرج على بعض افلام احنا شفناها كذا مره لكن بتتفرجي عليها بتنبسطي شايفه في الموضوع. ايه اللي بيعجبك من حاجات ميمي جمال اللي قدمتها اللي لما تشوفيها ترفعي السماعه لاولادك طب بصي بصي اتفرجي طب يعني ايه اللي مثلا ممكن احيانا فترات كنت وقتها مشغوله جدا تلحقيش تشوفي كل حاجه ودلوقتي لما بتشوفيها يمكن تعجبك اكتر من الاول ده بيحصل؟ لان يعني في بعض ادوار فعلا كانت نقلة يعني أنا عملت من فترة طويلة كان في مسلسل اسمه أوراق مصرية كنت عاملة فيه شخصية جديدة جدا بالنسبة لي أياميها بتتسجن وعزة أبو عوف جوزها وبتنضرب يعني كانت شخصية فيها فدي من الحاجات اللي أنا كنت بحب أشوفها كان في مسلسل برضو كان اسمه أهلا بالسكان كنت عاملة فيه حاجة اسمها سوسو طرب كان في الحاج متولي في كيد الناسا في لا في حاجات كتير صورتي في استوديو 10 احنا في استوديو 10 صورتي ايه في استوديو 10 صورت في استوديو 10 احنا في استوديو 10 ايوه يعني افتكري كده ذكرياتك لا طبعا ده كان حاجة تانية خالص خالص ما هو كان في ديكورات بقى الأعمال بس أنا جيت صورت هنا مع الأستاذ يحيى العالمي وصورت مع مين تاني يا ميمي وصورت لما كانوا عاملين البيت بيتك البيت بيتك ما كانش في استوديو 10 كان في استوديو 1 في استوديو 1 أنا بقالي فترة طويلة ما دخلتش بس دخلتي استوديو 10 مع المخرج يحيى العالمي طيب المسرح يعني خليني اقول للمشاهدين ميمي جمال لما كانت تدخل على شبخ يعني انت على الخشبه في المسرح كان بيبقى فيه تصفيق وفي ابتسامتك الحلوه وكنت كمان خفه دمك ليكي حضور قوي على المسرح. المسرح ده بالنسبه لي عشق يعني انا ممكن اشتغل اي حاجه ادوار عشان ما يتقالش ان ميمي اتصنفت كوميديا بس يعني انا اشتغلت عشان اقول لك على حاجه كل تقريبا كوميديانات مصر انا اشتغلت معاهم كلهم تقريبا كلهم عدد مسرحيات كتير قوي لان كان في مسرحيات بتعرض جماهيريا وكان في مسرحيات تلفزيونيه تلفزيون وحاجات كده فانا ليا باع طويل في المسرح حته انك انت تخشي على المسرح وتحسي ان الناس بتستقبلك بحب انت بتشوفي في عينيهم في ناس بتاخدي الطاقه في ناس بتعمل كده يعني ما حد دخل يعني وفي ناس كده عارفه دي تخلي الممثل قلبه من جوه تديله طاقه ثانيه حاجه باور تخشي تبقي يعني انا عملت اخر مسرحيه كانت الله يرحمك يا حبيبي سمير غانم الف رحمه سمير غانم على المسرح ده كان حدوته ثانيه لا ده ملك حدوته ثانيه فكنا فعلا انا بحب المسرح قوي 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 الفيديو
بعمل فيه الادوار اللي ما اقدرش اعملها على المسرح، يعني اعمل بقى فيلن واعمل بلدي واعمل. لكن المسرح بتحسي انه الكوميديا والجمهور اللي بتقولي عليه اللي بيسقف ده وجايبه حضور قاعد قدامك، عايزه تديله انت نفس الطاقه دي بالظبط. طب انا عايزه افكرك بالمسرح، قولي ما تيجي نروح سوا. يلا تيجي نروح المسرحيه وناخد معانا ميمي جمال، ولسه انا قلقانه جدا على الماتش ونشوف. هقول لك دلوقتي لسه بنتابع معاكم الماتش، فاضل 5 دقايق بس. الحقيقه حلاوه ميمي جمال يعني انت دايما مبتسمه طول الوقت، انا دايما انت ابتسامتك مرتبطه عند الناس. الكوميديا دي في شخصيتك هي اللي جمعت بينك وبين حسن مصطفى ولا خدتيها منه ولا ايه؟ لا، هو انا من الناس اللي ما بحبش المشاكل، ما بحبش القعده اللي فيها اكتئاب وناس مكتئبه وناس اوكي. ببقى موجوده في الحدث نفسه، ببقى مش يعني مش واقفه بتفرج، لكن بخرج من الحكايه بسرعه، لان انا مش من النوع اللي بحب الزعل او احب النكد او احب، يعني انا بشوف الحياه دايما شكلها حلو. ما بشوفش الجانب الوحش، بشوف الجانب، ما بزعلش، ما بحبش حد يزعل مني ولا انا ازعل من حد. يعني انا لو قلت كلمه بايخه تلاقيني بالليل اقعد افكر فيها تاني يوم ازاي انا ليه قلت كده ولا عملت كده. طب انا يعني ليه قلت كده ليه يعني الرد ده لو انا ما قلتوش مش كان معلش، طب بكره يعني. ما بحبش لا حد يزعل مني ولا تلاقيني في كواليس مسرح قاعده ماليش دعوه، ناس تتخانق بره، ناس تعمل مشاكل. وانت مركزه في الدور وبتضحكي انا متخيله الكواليس بتاعتك دمها خفيف، في حاجه حلوه الناس بتاكلها عندك بتضحكي. مش عارفه ليه عندي الاحساس ده، ما حضرتش كواليس بس عندي الاحساس ده، يعني انك قاعده مبتهجه. انا مهتمه بشغلي. فنان حسن مصطفى كان بيشوفك كممثله ازاي؟ حسن كان بيشوفني اكتر كانسانه. يعني الفن ده احنا عرفنا بعض واحنا بنمثل، فهو شافني كممثله وانا شفته كممثل، وانا بقدره وهو بيقدرني، وكل واحد فينا عارف قيمه التاني. انما اللي بيجمع اتنين في جواز الانسان مش الفنان. طبعا الانسان أكيد. فانا اللي حبه فيا حسن، انا انسانيه ميمي جمال ميمي، وانا حبيته حسن الراجل الزوج والاب والانسان الصديق والاثنين اللي على الشاشه دول بره البيت. بره البيت. طيب خليني اخدك، هنروح فاصل ويا رب خلينا ندعي انه ضربات الجزاء تكون لصالح مصر يا رب. محمد يا صلاح يا رب. خلينا ميمي جمال على اخرها، واحنا منتظرين الحقيقه فاصل يعني قصير ونرجع نكمل معاكم. وشجع مصر. يا جدعان يا رجاله، اقول ايه؟ يعني شرفتونا، رفعتونا، خليتونا في السما فوق فوق قوي. ربنا يخليكم يا رب، زي ما انتم فرحتونا يا رب، ربنا يفرحكم يا رب يا رب يا رب يا رب. كله يفتح القناه الاولى بقى، عشان احنا كنا قبل كده بنتفرج على الكوره، دلوقتي نتفرج بقى مع بعض. لا لا، والقناه الاولى، القناه الاولى والتلفزيون المصري الوش الحلو. مبروك يا مصر، مبروك يا مصر، مبروك الرجاله بجد. يعني انا النهارده في وضع صور الرجاله، يعني صور رجاله مصر. مبروك لكل المنتخب، لا بس مبروك ليك يا مصر، مبروك الرجاله، مبروك المباراه اللي بشرف، مباراه كبيره جدا بشرف. مصر بتلعب 3 اكسترا تايم و4 اكسترا تايم على 4 3 مباريات، يعني 3 مباريات اكسترا تايم، حاجه مش معقوله. والحكم كان ضدنا، والمدرب كان يعني اخذ كارت احمر في المدرجات، وحاله مش طبيعيه. لا انت كمان عايزه اقول لك حاجه، ما تنسيش ان احنا بنلعب على ارضهم، يعني واخده بالك؟ خليني اقول اللاعب محمد عبد المنعم اللي هو ايضا
يعني رجل المباراة، وهو رجل بجد المنتخب، وربنا فتح عليه في المنتخب الكورة. بجد أنا سعيدة بفرحة المصريين، ومصر تستحق الفوز. والفنانة ميمي جمال كانت جاية وقلقانة وقاعدة في الكواليس وكلنا قلقانين يعني إحساسك إيه بقى؟ أنا فين الزغروطة بقى اللي على الهواء؟ ما أنا زغرط. ألف 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 مبروك يا رجالة يا رجالة. على فكرة إيه، عارفة هم لو ما كانوش أقوياء ها كانوا لازم يجيبوا جوان طبعا. التكسير اللي كانوا بيكسروهم فيهم دول والضرب اللي كانوا بيضربوه يعني كانوا ممكن ياخدوا كذا جون، انما المصريين واقفين واقفين صامدين لغايه ما في الاخر الحمد لله والشكر لله بيضتوا وشنا ورفعتونا كده وطلعتونا. بصي الصور كلها بتقول رجاله، بتقول طبعا يعني طبعاً. الاستحواذ اللي كان على الكوره، الاداء، ان هم استحملوا يعني الحقيقه استحملوا يعني ابو جبل لوحده سد 7 كور يعني 3 كور لوحدهم يعني لا وكان في تسديدات تانية، لكن يعني بجد. وكان ابو جبل على فكره في بدايه المباراه لو شفته كان متالم ولكن هو راجل وكمل لحد الاخر. الحقيقه كميه المباركات اللي على الهوا مش قادره اقول لكم، كميه الناس اللي سعيده. انا سعيده انه الشارع المصري النهارده هيبات بفرحه كبيره. المصريين يستحقوا الفوز، لأنه من المباراة الأخيرة مع المغرب والأداء والتوعدات وإنها من إيدته بإنها حرب، والمصريين يقولوا دي منافسة، وإن إحنا موجودين في القارة الإفريقية في منافسة شريفة. فالحقيقة رجالة ومثل أعلى ورياضة وكورة حاجة الحقيقة جميلة جدا جدا جدا. خلينا يعني كمان نقرأ يعني على الفيسبوك. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية، وإنني إذ أهني أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، وأود أن أشيد بالروح القتالية والأداء العالي وعزيمتهم التي يعني لم تتوقف. ولقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتونا جميعا، ويعني بذلتم كل شيء بكل فخر كبير. خلينا نقول مرة تانية سيد الرئيس على الفور تهنئة سريعة جدا على الفيسبوك. السيد الرئيس: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية، وإنني إذ أهني أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، وأود أن أشيد بروحهم القتالية وأيضا الأداء العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون إن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتونا جميعا، وبهذا وبلدكم أسعدت بلدكم، وبلدكم فخورة بكم. الحقيقة كلمة من القلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مصر وإلى المنتخب وإلى هذا الفوز. وفعلا أنا أتفق جدا ونتفق مع السيد الرئيس بأن المصري قادر على الفوز، لأنه الحقيقة كلما بذل مجهود بتبقى دي النتيجة. تعالوا بمنتهى الفرح ناخد الناقد الرياضي أحمد الهواري. مساء الخير يا كابتن أحمد. مساء الفل يا استاذ شبكي، برحب بحضرتك وتحياتي طبعا. بشكرك. الفنانه الكبيره الجميله ده وش ميمي جمال، وشها حلو جدا علينا. حلو النهارده ولا مش حلو؟ اكيد طبعا اكيد، وش حضرتك دايما حلوه يا فندم. ربنا يخليك ربنا يخليك. البدايه الحمد لله شرفتونا ورفعتوا راسنا في السماء والله في الوقت الصعب، يعني النهارده ماتش من اصعب الماتشات. انا دايما شايف ان انت بتواجه صاحب الارض، فهي دايما المباريات دي صعبه، خاصه كمان ان قبل الماتش تصريحات رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو حط ضغط جيب فايده على لعيبه منتخب مصر، ان هو وصف المباراه بالحرب، فهي فعلا كانت حرب داخل الملعب، لكن الحمد لله لاعبتنا قدروا انتصروا على كل العراقيل اللي تعرضوا ليها. النهارده شفنا الحكم يعني من اسوء فعلا الحكام اللي ممكن اكون شفتهم على مدار
يعني متابعتي الكره في القدم النهارده بكاري جسامة كان واحد من اقوى الحكام، يعني شفناه تعنف واضح بشكل كبير جدا. طب انا عايز اسالك حاجه، يعني لحظه خروج كيروش الى المدرجات والكارت الاحمر والاحساس بقى ان احنا المباراه دي هتكمل ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انت حضرتك يعني شفنا بدون داعي وبدون مبرر انذارين لكارلوس كيروش، وهو واضح من اول دقيقه واضح ان هو متحفز ومتاهب ضد المنتخب المصري، لكن الحمد لله خلينا نشيد بالرجاله اللي كانوا في الملعب ان هم قدروا يعني يلتزموا بضبط النفس وقدروا ان هم ما ينوروش الحكم ان هو عايزه ان هو يخسر المنتخب المصري النهارده بقراراته او يكون في طرد للاعب او اكثر ونفقد لعيبه مهمه في المباراه. قدرت ان انت توصل لبره الامان وقدرت ان انت تحقق اللي انت عايزه. كل اللعيبه رجاله، انا لسه سامع حضرتك البطوله محمد عبد المنعم فاز بلقب مظبوط او رجل المباراه. احنا ما بنخافش يا فندم، هم فعلا كلهم رجل المباراه، مفيش لعيب افضل من لعيب، كل ماتش افضل من اللي قبله، وان شاء الله ربنا يكلل جهودنا ان شاء الله يا رب باذن الله يعني قدام السنغال نفوز باللقب باذن الله ونستعيد اللقب ونوصل للبطوله الكامله ان شاء الله. احنا هو معاك كابتن احمد، واحنا بنشوف صوره الطرد بتاع المدرب بتاعنا، ودي كانت من اصعب اللحظات لان هي كانت اللحظات الاخيره كمان في المباراه. انا عايزه اسالك على ضربات الجزاء الترجيحيه، يعني هل كان متوقع ان يتم هذا يعني التسديد؟ وابو جبل الحقيقه كان جبل النهارده في المباراه. الحمد لله احنا عندنا يعني ما شاء الله الاربع حراس على يعني على كفاءه واحده، سواء شناوي جبل صبحي جاد، الاربعه الحمد لله، وشفنا شناوي واقف بتعليمات ونصايح على طول مستمره لجبل، وهو ده اللعيب المصري او ده المنتخب المصري، كل اللعيبه البدلاء والاساسيين هم نفس المستوى ونفس الكفاءه. انا لو بتكلميني بشكل شخصي انا كنت متوقع ان محمد ابو جبل هيكون سبب رئيسي ان شاء الله في صعودنا للمباراه النهائيه، وكنت متوقع ان هو يقدر يشيل كوره او اثنين ويعني يتحكم في توجيه المباراه لصالحنا، فالحمد لله ان قدرنا ان احنا نخلص ضربات الجزاء بدري، لان انت بتلعب على ارض الخصم وسط جمهوره، مباراه مضغوطه يعني مباراه من اصعب المباريات، فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لبر الامان ونوصل للقاء النهائي اللي هيكون انا شايفه اسهل بكثير من مباراه الكاميرون. هل النهارده بهذا التوقع احنا يعني لعبنا 2 اكسترا تايم وفضلنا في التعادل السلبي؟ ثلاثه، احنا كده ثلاثه بالظبط، دور ال 16 دور ال 8 دور ال 4. لا بتكلم عن مباراه النهارده بعد. انا عايزه اقول حاجه. طب اسمع فنانه ميمي جمال عايزه تقول لك حاجه، اتفضلي. انا عايزه اقول ان حسن النوايا النهارده كان واضح جدا وربنا كان واقف معانا، يعني شوف هم، انا مش بقول حاجه بس هم نيتهم ما كانتش كويسه، كانوا داخلين على ناس بتقول لك احنا داخلين نحارب وداخلين معرفش ايه، يعني داخلين بنيه مش حلوه. شوف ربنا يمدوا ايدهم بالكوره برجلهم الكوره تخش تبعد زي ما يكون حد بيرميها بره، بيرميها بره نيتهم. احنا عشان نيتهم حلوه والشباب ربنا يديهم الصحه والعافيه، ومحمد صلاح بصراحه انا حاسه روحه موجوده في وسط المجموعه، يعني هو جمعهم كده وخلاهم في روح حلوه بينهم وبين بعض كده، فربنا يوفقهم وربنا وقف معانا، واللي بيرمي الكره بتخش ربنا بيقول له ها، والتاني يقول له ابعد. حسن النوايا وربنا كان واقف معانا اكيد، والحمد أكيد لله الحمد لله اكيد. متفق جدا مع حضرتك يا استاذ نور، وخليني فعلا اكد على كلام حضرتك ان الحمد لله، لان زي ما حضرتك قلتي من بدايه من قبل المباراه كمان تصريحات ادوا بان هي حرب واللي بيحصل في الملعب وضرب اللعيبه، يعني شفنا النهارده الحكم كان يعني يعني سوري في اللفظ بس هو كان اعمى النهارده خالص، فعلا مفيش انذار خالص للعيبه الكاميرون، فالحمد لله ربنا كرمنا عشان نيتنا ده فعلا. يعني ابو جبل يعني كمان صد الحقيقه كورتين عظام، يعني 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 ده برضو الاداء، رغم ان احنا عارفين انه هو يعني برضو كان عنده يعني شبه توجع كده في المباراه، واضح انه برضو كان واخد كوره واصيب، لكن الرجوله اللي كانت موجوده والاداء والفتنس العالي اللي موجود للعيبه بصراحه، يعني
اكيد كلام حضرتك سليم، وخلينا اكد لحضرتك ان ابو جبل طبعا كان بيشارك وهو مش جاهز 100%، كان يقدر وتحامل على نفسه واصر ان هو يشارك، لان طبعا خلاص بعد اصابه الشناوي هو الحارس الكبير اللي موجود يعني صبح وجات، طبعا حراس وقاعدين لكن شباب الاجواء وقتها محتاجه حارس كبير، فابو جبل النهارده شفناه يعني كان متحامل، ولكن هو صحيح. كان عنده اصرار كبير ان هو يتواجد في مباراه النهارده، والحمد لله هو كان مفتاح من مفاتيح الدوله او المفتاح الرئيسي انه قدر النهارده في ضربات الجزاء يتصدى لكورتين، الحمد لله قدر ان هو يطلع بينا للنهائي، اللي انا باكد تاني ان هو ان شاء الله اسهل بكتير من مباراه الكاميرون، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يوم الاحد هنرجع من الكاميرون بالبطوله باذن الله ان شاء الله. وكده احنا يعني احنا كنا اخر لقاء للكاميرون معانا هي اللي كانت فايزه، احنا كده خلاص محينا كل شيء، يعني رجعنا لتاريخنا مع الكاميرون اللي كان كله مصر متقدمه فيه. احنا كمان كانت اسوأ مباراه لان كانت نهائي افريقيا 2017 وخسرنا البطوله قدامهم، مزبوط. فالحمد لله النهارده انت كنت لازم فعلا، ده اللي مخليني اقول لحضرتك ان دي كانت اصعب مباراه، فالحمد لله تقدر قدام السنغال هيكون الماتش كمان اهدى من كده بكتير، نهائي افريقيا لكن هيكون اهدى من كده بكتير، ومش طبعا. هيكون كمان الحكم مجامل لفريق على فريق، لا خالص، هيكون ومش هيكون هذا الشحن اللي عشنا فيه، يعني صاحب الارض خرج صحيح، كان في شحن كمان كبير جدا. احنا بنشكرك جدا، ومن حقك انك تحتفل كمان، الناقد الرياضي احمد الهواري بشكرك شكرا جزيلا، ولسه بنقول بجد مبروك لمصر، مبروك للمصريين، مبروك للمنتخب الفراعنة، منتخب الرجالة، مبروك لكل لعيب، مبروك للطاقم، يعني المدربين والطاقم الفني والجهاز وكل الناس. على فكرة في جمهور كبير جدا مصري سافر النهاردة وموجود في الكاميرون، إن شاء الله يا رب يعني إن هم يرجعوا بألف سلامة وراجعين بقى بالنصر، فده إحساس حلو جدا جدا. طيب هنفضل نتابع معاكم هذا النصر، ولسه في ضيافتي لأنها كانت في ضيافتي الفنانة الجميلة مش حلو طبعا ميمي جمال اللي كانت منورانا. والحقيقة برضو أنا لازم أقول حاجة، لما بيجي فنان بقيمة ميمي جمال وبقالها فترة ما طلعتش وتيجي في يوم صعب، يعني هي قالت أنا عارفة أنه يوم صعب وأنه احتمال أن الناس ما تبقاش هتتابع قوي لأن الناس بتتابع الكورة، أول ما جيت لكن هي نسيت ده كله وبقت قاعدة عايزة تتابع اللي بيحصل في الكورة. لا أنا أول ما جيت أنا قلت يا جماعة بلاش أنا النهاردة، لأن ما فيش حد في الدنيا بيتفرج على الماتش ده وهيفتح يتفرج علينا ما لما نكون ايه، مش ممكن. لا انا زمايلي عشان انا كنت على الهواء قبل ما انت تيجي، فبيقولوا لي الفنانه ميمي جمال كانت قاعده بتتابع ونسيت بقى، سحبت كرسي ايوه وقعدت بقى تتفرج ومنفعله، وهي دخلت عليا هي متضايقة. احنا المفروض نتكلم على اللقاء اللي ما بيننا، فانا قاعده متابعه معاها، فعايزه تقول ما ينفعش يجيبوا لنا حاجه هنا، عايزه تتابع المباراه. فالحقيقه يعني ده اصل ده احساس وطني. هقول لك حاجه، يعني احنا كل اللي بنقوله وكل اللي بنعمله تمثيل وشغل، لكن اللي جوه القلب من جوه ده حياه حقيقه، يعني مصر بيتنا حياتنا بلدنا، انت لما بتلاقي حد من ولادك بينجح بتزغرتي، سواء بقى شوفي لما بلدك تنجح شوفي الفرحه هتعملي ايه، شوفي الفرحه على الشاشه عامله طبعا ازاي، يعني لازم الفرحه حلوه والناس فرحانه والناس بتضحك وبتزغرت وسياده الرئيس النهارده شوفي الراجل يعني فرحان فرحان طبعا، كل الناس فرحانه دول ولاده كلنا، كل يعني الناس فرحانه، لا 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 ما شاء الله وحاجه مشرفه، وهم الحقيقه يعني زي ما قلنا هو منتخب الفراعنه، منتخب الرجاله بجد اللي قدر بجد يصنع النصر، يعني صناعه النصر مش صناعه سهله رغم كل المشاحنات، يعني برضو اجواء الكوره صعبه. بصي هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش مشاكل خلاص، بس انت لما تبقي واثقه في نفسك قوي ما يهمكيش، يعني انا احنا ما بنخافش، يعني لازم نقول كده احنا ما بنخافش، يقولوا لنا دي حرب، يقولوا لنا دي ضرب، يقولوا لنا احنا بنخش بقلب وبنشتغل بضمير وربنا بيكرمنا بس. طيب بما ان وشك الحلو فاحنا برضو هنهني ونشوف معانا كابتن محمد عبد الجليل نجم منتخب مصر السابق، خلينا نقول له مساء الخير يا كابتن. الخير يا مدام شافك، ازي حضرتك؟ مبروك علينا ومبروك عليكم. الف مبروك يا كابتن، الف مبروك عليكم حبايبي، والله انا فرحانين، حاجه تفرح. الحمد لله. كلمني بقى حاجة. كلمني كده قول لي كده وانت بتتفرج، طبعا كلنا اعصابنا كانت ضايعه، بس كلمني قول لي يعني شفت رجاله مصر النهارده عملوا ايه؟ الاول انا بحييهم على ان يلعبوا ثلاث ماتشات اكسترا تايم دي في 10 ايام،
دي تخش موسوعه جينيس والله، ما فيش فرقه في العالم لعبت في بطوله 3 اكسترا تايم. دي نمره واحد. نمره اثنين، الثبات الانفعالي بتاعهم في الملعب عالي جدا برغم الظروف وبرغم التصريحات اللي قالها صامويل ايتو على راسي وكل حاجه، ولكن احنا مصريين جامدين قوي الحمد لله بجد. وكلمه مش بتتقال كده، احنا في وقت الشده فعلا بنبقى باينين جامدين جدا في افريقيا. مظبوط، قعدنا مكانتنا في وسط افريقيا، احنا الفرقه الوحيده اللي في شمال افريقيا الحمد لله رب العالمين اللي بنلعب نهائي ثاني مره او ثالث مره او 10 مرة. لا الحمد لله رب العالمين، احنا اثبتنا ان احنا فرقه ثقيله قوي وبنقترب لرقم 8 كده ان شاء الله باذن الله. بس انا بجد بحيي اللعيبه اللي هي اول مره تنزل الملعب النهارده. زي مين؟ قول بقى الاسماء. مهند لاشين اول مره يلعب في البطوله طبعا، امام عاشور اول مره يلعب وفي الظروف اجواء، انا مريت بالاجواء دي يا زمشافكي وصعبه جدا مهما تحكي وتتحاكى عليها، لا صعبه جدا جدا. انما انا بحيي اللعيبه كلها بجد، ادائها ممتاز. فتوح في ومحمد عبد المنعم اللي اخذ رجل المباراه. لا بصي اصل الناس دي خلاص يعني حاسس بيها من زمان، فتوح وعبد المنعم وصلاح والناس دي لا يعني معروفه الحمد لله ان هم حاجه محترمه. انا بكلمك على احساس لعيب اول مره ينزل الملعب. ايوه صح، انا بكلمك على واحد لعيب كوره فبحس بيه ان يأدي ويثبت كده في الملعب ويشوط ضربه جزاء زي مهند لاشين. مش سهله يا مدام شافت ضربه الجزاء، انت بتحط ايه اكتر حاجه؟ طب انا عايز اسالك انت كلاعب، يعني ايه اكتر حاجه وانت بتتفرج على المباراه؟ هل كان عندك الاحساس ان احنا هنفوز ولا كان عندك قلق؟ يعني كلمني على لحظات القلق ولحظات الثقه. صراحه في فترات مش عشان حاجه، الاجهاد اللعيبه كانت مجهده جدا طبعا، انا خفت ضربات الجزاء التركيز اللي وانت مجهده تفكيرك ذهنيا ما بيتناسبش مع عضلات رجلك، فممكن يبقى مخك بيفكر في حاجه ورجلك ما تشركيش في الملعب والله بجد. فانا كنت قلقان بس من حته الاجهاد، ولكن اثبتوا الاولاد ان هم حاجه فوق الخيال بجد. يعني كانت كاميرا كده ثقيله جدا وقبلها المغرب وقبلها كوت ديفوار تخمين على السنغال. لا الحمد لله احنا بنثبت للعالم كله ان احنا بنعمل اي حاجه في اي وقت. المصريين بجد بجد بسم الله ما شاء الله بجد، وانا يعني بحيي اللعيبه قوي 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 وجهازهم، لان الجهاز لازم يبقى عنده ثبات انفعالي بره على الخط شويه. انا اول مره اشوف لعيبه هاديه والجهاز هو اللي متعصب. ايوه صح، يعني الجهاز الفني بره كانت اعصابه يعني كانوا معذورين وكانوا شايفين طبعا. كمان انا عايز اسالك كمان حاجه كابتن، يعني انت لعبت ايضا الارض نفسها كانت ضدنا كمان، يعني ارض الملعب كمان يعني كانوا اللعيبه هم بيجروا الطين بتاع الارض بيطلع في رجليهم. حسيت بنتي بالارضيه فعلا. لا الارض وحشه جدا سيئه جدا. انا عارف ان هم عشان يلعبوا البطوله بسرعه فالاراضي ما كانتش تصلح للعيبه الكوره. بعدين اللعيبه دي معظمها جايه من اوروبا، مش لعيبتنا بس، لا ده في فرق كتيره لعيبتها جايه من اوروبا فمش واخده على الاراضي دي. ولكن احنا كمصريين احنا بسم الله ما شاء الله يعني اولادنا يلعبوا اي حته يلعبوا بقى اكيد شرفونا الأرض. والله شرفونا جدا. لا بجد انا سعيد النهارده جدا، سعيد بالاداء جدا الحمد لله. واي حاجه تحصل بعد الشر لا الاولاد دول عملوا اللي عليهم، يستحقوا التهنئه من ويستحقوا والله لو عملوها الرجاله زي ما بنقول. كابتن محمد عبد الجليل اللاعب السابق بشكرك شكرا جزيلا، والنهارده فرحه كبيره قوي. طيب بصي هناخد بقى ايه لعيب فني، انت هتقولي الو لانه الفنان هاني رمزي، فخلي يعني قولي مساء الخير كده معانا. مساء الخير. الو الو يا حبيبتي مبروك لمصر. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت، يعني الحمد لله يا والله يا ميمية يا قمرة سادة ونجمة كبيرة ربنا يحفظك يا رب ووشك وش السعد يعني ده اللي انا عايزة اقوله يا هاني. النهاردة انا جاية وقلبي حاطة ايدي على قلبي، قلت مش ممكن اجي اظهر النهاردة في حلقة وفي نفس الوقت بماتش مصر، يعني مين اللي هيسيب الماتش ويتفرج علينا؟ يعني استحاله.
فانا قاعده قلبي يعني من جوه. ده انت ميمي جمال ومعاكي شاسك المنير، يعني مين اللي ما يتفرجش عليكم يعني؟ الله يخليك، ربنا يخليك. الفنان هاني رمزي يا هاني مساء الخير عليك يا رب، وقول لنا بقى انطباعك والحاله الحلوه اللي احنا فيها النهارده دي. بصراحة هو كان ماتش صعب جدا جدا جدا، وخاصة انهم اعلنوا الحرب قبل يعني قبل الماتش بفترة كده علشان يهزوا الجماهير ويهزوا المنتخب، لكن انا ثقتي في ربنا كبيرة جدا، ربنا حنين ومش هيسمح بحاجة زي كده. كمان ثقتي في رجالة بلدنا، يعني دايما طبعا احنا في الشدائد تلاقينا رجالة واسود في الملعب، الحمد لله. والحمد لله ان نظرتنا في رجالتنا ما خابتش اطلاقا، وكان ايماننا قوي جدا بان النصر لينا ان شاء الله ان شاء الله. واحنا عملنا اللي علينا، يعني انا عايز اقول لك ان يعني فعلا ربنا كلل التعب ده كله بالنجاح، وكلل التعب ده بالفوز، فالحمد لله ان احنا عملنا. هاني انا عارفه ان انت يعني ان انت كروي جدا، قول لي بقى النهارده ايه اللحظه اللي كنت قلقان فيها قوي، واللحظه اللي كان عندك ثقه خلاص فيها جدا يعني. انا كنت قلقان جدا من بدايه الماتش من اصابه ابو جلال. صحيح. يعني انا الحقيقه كنت قلقان خالص، يا ترى في الفتره البسيطه دي قدر يتعافى. صحيح ولا كلنا لا. وكان بيتألم حتى. الحمد لله يعني انه قدر يتعافى سريعا، ومجهود الدكاترة اللي كانوا بيعالجوه كده كان واضح جدا، والحقيقة الراجل جه على نفسه بزيادة وركز، وكل اللعيبة كانوا مركزين، فالحقيقة الحمد لله ان ربنا يعني عداها على خير، الحمد لله. الحمد لله. اكتر يعني اكتر حاجة عجبتك في المباراة النهاردة، يعني اللقطات، هي لقطات كتيرة حلوة قوي، بس ايه اللقطات اللي انت يعني فعلا يعني عجبتك؟ طبعا يعني انا في عز شدة الاعصاب في ضربات الجزاء، طبعا ضربات الجزاء، لكن اللي عجبني الثقة والهدوء بتاعت اللعيبة. يعني كان عندهم ثقة وكانوا بيلعبوا بثقة شديدة جدا، والحقيقة عالميين، يعني مش يعني عارفوا صح، ثبات انفعالي الشباك بجد يعني، فده اللي عجبني جدا بصراحة يعني. ثقة اللعيبة نفسها. أكيد. أنا بشكرك جدا يا هاني، ومصر كلها فرحانة. بنشكرك الفنان هاني رمزي، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نروح للتحكيم. التحكيم ما كانش سهل النهاردة، خروج مدرب بكارت أحمر يعني كتير ما بنشوفهاش، ربما تكون من الحاجات القليلة جدا. معانا الحكم الدولي السابق سمير عثمان. مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وكل الناس. طبعا بيقولك يا استاذه، انا هقول لك المره دي مساء النور يا كابتن شفكي. انا كابتن شفكي رسمي كده. ايوه خلاص. مساء النور يا كابتن ميمي، يعني وكابتن ميمي انا والنبي. انا كمان كابتن. انتوا احلى كباتن، الحمد لله. ألف مبروك الحمد لله. الف مبروك، فرحانين كلنا. لا وبص بص يا كابتن، احنا استوديو تحليلي نسائي بس احنا قدها برضه. لا بس احنا قاعدين، خلي بالك اول استوديو نسائي علينا. بالظبط. عارفه انتوا عملتوا ايه؟ وشنا حلو ولا لا؟ انا حاسه وحاجه ثانيه، ودعيتوا اكيد الدعوات دي كلها بتاعت كل المصريين. انا عايزه اقول لك انه ميمي جمال قعدت تدعي دعاء في كل الفواصل اللي بناخدها على اعصابنا، واقول يا رب النهارده انا اول يعني اجي النهارده ويبقى على وشي يا رب يا رب يحصل حاجه حلوه. لا اكيد كانت هتبقى حلوه الحمد لله. طيب انا هاخدك بقى يا كابتن للحكم، يعني الحكم جسامه. الحقيقه يعني الاول الناس كانت بتقول ايه الراجل ده كان سبب من الاسباب اللي احنا رحنا بيها كاس العالم، كان معقول، بس النهارده برضو لا، الحظ برضو ما كانش. ولحظه خروج والكارت الاحمر الخاص بكيروش برضه غريب، الصوره كده علق لنا عليها. بصي انا هقول لحضرتك حاجه، طبعا انا حكمت دولي 15 سنه ولعبت كل بطولات العالم. النهارده ده للاسف للاسف موجه، اوكي؟ جاي متارجت للاسف المنتخب المصري، عاوز بيلعب على طول طول عمر بكاري بيلعب هوم تيم، يعني ايه هوم تيم؟ يعني مع صاحبه الارض، تمام؟ تمام. النهارده اما انا الحكم معايا القانون، ما ينفعش خالص ابرق كده وازعق واشخط في الناس. شخط فوق الجمعه بطريقه رهيبه، شفتي بيعامل كيروش ازاي؟ حتى لو كيروش اخطا، انما باينه جدا الصوره، باينه قوي. اما باينه طبعا. عارفه انا اقول لحضرتك حاجه، انا كحكم كره احس بالحاجات اللي بيعملها. النهارده عمل كوكتيل فاولات مش موجود، مش موجود.
فانا بصراحه يعني كنت اتمنى طبعا الاتحاد المصري. طب هل انا اقدر اقول الجمله دي انه يعني انه جسامه حزم الماتش بلغه الكوره؟ انت كده بتاعت كوره، برافو عليكي. هو مش انا بصراحه الفريق بتاعي بس تمام، هم بتوع كوره، برافو عليهم. بتوع كوره جدا. عارفه اما يحزم الماتش بحاجات انت مش ملموسه بس تاذي في الاخر، تمام؟ انذارات ممكن تتزال في ده. النهارده محمد صلاح اتضرب مرتين ولازم انذار، ما حسبش ده في كوره محمد صلاح اتقلب على الارض اصلا وهو ما بصلهاش خالص يعني، ولا مهتم، هو جاي والله متارجت حاجه معينه اللي هي الهوم تيم، بس في الهوم تيم بس في الاخر وربنا نصرنا. النهارده اللعيبه بتوعنا رجاله، بس من الناحيه التحكيميه ودي على مسؤوليتي، اسوا مستوى تحكيم حضرتك النهارده تشوفيه. تخيلي بكاري ده لعب في البطوله دي ماتشين، الماتشين عمل فيهم كوارث، ماتش مصر ونيجيريا كان لينا ضرب الجزاء في بدايه البطوله، والماتش الثاني كان مالي وغينيا الاستوائيه، مالي كان ليها ركله جزاء وبرده ما حسبهاش. بالظبط. في الاخر تكرميه في مباراه زي دي صعبه جدا. احنا النهارده انتصرنا على بكاري ثم الحكم. طب انا هقول لك حاجه سريعه قبل ما اقفل. اتفضل. فاكره اخر ركله ترجيح اللي اتشاطت وطلعت بره؟ ايوه. هو هنا المفروض يصفر، ما يستناش الفي اي ار. ليه؟ عشان الكره طلعت بره. صحيح، هو استنى بالظبط. عارفه دي بيستنى امتى؟ لو ابو جبل صدها احنا نرجع نقول هو طلع بره الخط ولا لا، بس دي طلعت بره، ما تستناش اصلا. في النهايه عشان ما اطولش عليكي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله تجيبي كابتن ميمي معاكي في ماتش الفاينل. كابتن ميمي لازم نيجي الفاينل هنا. ربنا بيحبنا ووقف معانا جدا. الحمد لله. الحمد لله يا رب. عشان تعبوا. الحمد لله. الحكم الدولي السابق كابتن سمير عثمان، بشكرك شكرا جزيلا. وخلينا نروح بقى لحراس المرمى. احنا عندنا ثلاثة حراس مرمى من الشناوي ابو جبل وصبحي، والثلاثة شفناهم في على ثلاث مباريات، يعني دي عمرها ما بتحصل. مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق كابتن احمد ناجي، مساء الخير يا كابتن. تخيل يا مدام شفقي، انا بس صوتكم مش يعني مش سامعه خالص، يعني بيقطع خالص، يا ريت لو لا طيب. الصوت بيقطع. الصوت بيقطع، احنا سامعينك كويس. انت سمعنا دلوقتي؟ سامع كويس. أيوة. طيب تمام. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، قول لنا رايك ايه بقى في ولادك الحراس المشرفين دول. طبعا بالاول مبروك لمصر، مبروك للجهاز الفني واللاعبين والجهاز الاداري وكل عناصر المنتخب، فرحونا وفرحوا مصر ووصلوا لنهائي صعب قوي 120 دقيقة الماتش اللي فات، 120 دقيقة الماتش اللي قبل، حاجة يعني بطولة وبدائية ورجولة، كل حاجة حلوة عملوها حقيقي. وماتش النهارده كان عصبي جدا في البداية، والمدرب اتعامل بشكل جيد جدا مع الأربع أشواط، والحمد لله يعني النتيجة كانت زي ما احنا شفنا الحمد لله. طيب يعني انا عايزه اسالك بالذات على ابو جبل النهارده، يعني في بدايه المباراه ابو جبل النهارده يعني اثبت للعالم العربي وافريقيا ان مصر فيها حراس مرمى كبار جدا جدا جدا، مفيش قلق لما يغيب حد، الثاني موجود والثالث موجود و10 حراس موجودين. واضح ان احنا النهارده ابو جبل طبعا قراراته في ضربات الجزاء هدوء وثبات انفعالي مش طبيعي، يعني راجل كان مستني ومذاكر مع الحضري. طبعا الحضري اساسا مميز جدا في ضربات الجزاء، عمل معانا بطولات كتير وكنا بنطمن له جدا في ضربات الجزاء، نقل خبراته طبعا لابو جبل انا فرحان جدا، مش عارف اقول عليهم هم كلهم ايه، ابو جبل في حته ثانيه والحضري في حته ثانيه ومصر كلها النهارده في حته ثانيه الحمد لله. اكيد في اي بيت شعر من الشعر بتاعك ينفع دلوقتي؟ اصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل، يفوت عليه الزمن يطرح في ارض الفل، اتحدى كل المحن من غير هوان ولا ذل، اصل الحكاية وطن غالي وعزيز على الكل. الله الله الله، هو اصل الحكاية وطن، وطن زي الفل. يعني كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. وتعالوا بقى نروح على معلق مباراة مصر والكاميرون، الكروان اللي كان وشه حلو علينا، كابتن علي محمد علي. مساء الفل. مساء الخير عليكي ومساء الخير على كل المشاهدين المصريين، مبروك لمصر ومبروك للجماهير. استاذ شفقي المنيره سعيد جدا اكون معاك يعني
لان انا تربطني علاقه بوالد حضرتك الاستاذ حليم رحمه الله عليه. اه الله يخليك. وبعتز بيه جدا طبعًا يعني طبعًا. كشخص جميل وكان رياضي كمان. اه حقيقي. طبعا الفنانه الجميله الاستاذه ميمي جمال طبعا. طبعا. مشرفانا مبروك لمصر. شكرا. مبروك لجماهير مصر. شكرا. يا رب. ما انا اساسا بعشق الرياضه من والدي الله يرحمه. طيب كابتن علي يعني قول لي بقى دلوقتي تعليقك النهارده على المباراه، اولا مسؤوليه، ثانيا مباراه مش سهله ابدا، والمصريين يعني كان عندهم قلق من الماتشات اللي قبل كده كمان، فقول لنا بقى النهارده كان احساسك ايه؟ والله انا من يعني من بدايه المباراه لحد لما انتهت المباراه وانا عندي ثقه في البول، والله الروح الموجوده والاداء الرجولي الموجود والحمد لله في مؤشرات، في ارهاصات بتطمنك انت يعني كواحد برضه كمعلق الحمد لله عندي خبره كبيره في التعليق، فبالتالي انا كنت برضه بحاول اكون هادي قوي يعني مش طبعا متحمس اكيد، بس في نفس الوقت بتعامل بهدوء بمنطقيه بموضوعيه عشان الجمهور اصلا متوتر يعني طبيعي ان احنا ده أكيد. يعني انا عايز اقول لك طلعت بمباراه يعني كاني لاعب مباراه مجهد اجهاد مجهد طبعا. طب انا هنا هستغل برضو وجود يعني فنانتنا ميمي جمال، يعني لما يبقى المعلق زي ما احنا يعني هو معلق وفي النهايه هو مصري وقلقان، تفتكري ساعتها ممكن يعمل ايه؟ لا هو لازم يكون محايد. لازم يكون محايد، يعني ما يقدرش يقول، هو حقيقي بتطلع منه بقى ومصر وان شاء الله مصر يعني، لكن هو كمعلق لازم يبقى محايد غصب عنه. ايوه انما في الاخر لما يفرح بقى يفرح معانا كلنا. ايوه صح، هو عمل كده فعلا. طيب انت احساسك ايه لان انت اولا على محطه عربيه جمهور عربي؟ خليني احيي الفنانه الكبيره استاذه ميمي جمال، ربنا لان هي قالت اهم نقطه في التعليق هو الحياد على فكره، حتى صح. لو انا بعلق لبلدي لازم المعلق يكون هو اساس التعليق هو الحياد. صحيح. خليني اشكرها واقول لها دايما يعني مستمتعين بيها وربنا يديها الصحه يعني. وشك حلو، وشك حلو، ربنا يخليك. اصعب لحظه يعني انت وقت الضربات الجزاء بقى بيبقى المعلق هنا يعني اللي هو يعني ايدي على قلبي وايدي على ولدي زي ما بيقولوا، فكنت عامل ايه؟ هي اصعب لحظه الكره اللي ضيعها رمضان صبحي، هي دي اصعب لحظه في المباراه. لانها ضاعت في توقيت صعب جدا، واحيانا طبعًا. الكره زي دي لما تضيع تاثر صح. على المعنويات، لكن ده كان في اخر اكسترا تايم صح؟ ايوه في الشوط الاضافي الثاني، ولكن الحمد لله لما تشوفي الروح العاليه في نقطة فنية حصلت ان محمد شريف نزل في بداية الشوط الاضافي الثاني واستبدل علشان ينزل احمد سيد زيزو هو متخصص ركلات الترجيح. ردة الفعل المهذبة جدا من محمد شريف كلاعب وطني ولسه نازل ولاعيب كبير والتزامه وروح اللعيبة اللي التفت حواليه والروح اللي شفناها من الشناوي وهو نازل يكلم ابو جبل والحضري طبعا كمدرب حراس مرمى، طرد المدرب، كل الامور دي بتاكد لي داخليا يعني انا حتى في ركله الترجيح الثانيه للكاميرون قبل ما يسدد قلت هيضيع، مش بقول ان انا يعني كنت حاسس او احساسك ان الناس دي تستحق انها تفوز، تستحق انها تكسب، حتى البدلاء اللي نزلوا كانوا مميزين جدا، الروح العاليه، الاصرار، وده مش غريب عن الشعب المصري يعني. لا مش غريب، بس انت كان وشك حلو علينا في 2010 برضو، والختام العظيم وفوز مصر و2006 فانت لازم تكمل بقى يوم الاحد يعني. لا ان شاء الله، المهم مصر تكسب، المهم مصر تفوز، مبروك لشعب مصر، مبروك أكيد. لمصر قياده وشعبا وحكومه يعني زي ما بنقول بقى من زمان، وربنا ان شاء الله تمام على خير ان شاء الله مصر باذن الله. كابتن علي محمد علي استمتعنا جدا بالتعليق اللي كان موجود من القلب، معلق مباراه مصر والكاميرون، الحقيقه الفرحه كبيره والاحساس كبير، عايزين نسلم على كل الناس وعايزين نتكلم مع كل الناس. خلينا ناخد فاصل، بس المره دي الفاصل ما فيهوش ترقب، ما فيهوش قلق، مش هنجري نشوف حاجه، اطمنا. مبروك يا مصر، الفرحه حلوه والتاسعه مستمره تفرح معاكم، مبروك لكل المصريين. I'm not afraid.
ورانا. خش شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي الحارس. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفى. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفى وكل الدنيا في كفى. عملوها والله وعملوها الرجاله، رجاله رجاله رجاله. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد يهز اي سلام. روحنا كانت حلوه تشجعنا قوه، كنا معنا الاتحاد. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد بيهز اي سلام. الله، يعني بجد الله. بصوا بصوا كده، بصوا معايا، شايفين العلم المصري بيرفرف ازاي؟ والله وعملوها الرجاله، والله وعملوها الرجاله. يا شايفين العلم وجماله؟ يعني لا لا لا، لازم اقف تحيه تحيه لعلم مصر ده، لازم نحييه كلنا. العلم ده بجد يرفرف كده بقوه، ويرفرف كده انه بنجاح، ويرفرف كده بكل حاجه حلوه. الواحد لما بيشوف العلم يبقى عايز يقف بجد ويبقى فرحان، ويبقى كده نبقى حاسين كلنا نبقى حاسين كده ان احنا ربنا كرمنا زي ما ربنا كرمنا النهارده. أكيد. الحمد لله، الفرحه حلوه قوي، النجاح حلو، ورجاله مصر اللي شرفونا حلوين. معانا فنان اولا كروي جدا، فنان جدا. مين؟ مصري قوي، الفنان الجميل عم صلاح عبد الله. مساء الفل يا صلوحه، صلوحه حبيبي. ازاي حبيبتي يا شبكي؟ الله يخليك. ايه يا ماميه، منوره يا ميمي. شفت بقى منورة. يعني جبتها منور. ايه رايك بقى انت؟ مش كنتوا بتقولوا عليا خرزه زرقاء؟ انا النهارده خرزه زرقاء. ايوه والله وشي حلو الحمد لله. سلام. قول لي حكايه الخرزه الزرقاء بتاعت ميمي جمال دي. ايوه صح صح، في شغلها معانا على طول، ربنا يديها الصحه. ربنا يا رب يخليك يا رب. شغلها على طول معانا في المسرح، كنا بنقول دي الخرزه الزرقاء دي. حبيبي قلبي،
بتبقى وش السعد علينا وربنا بيكرمنا زي ما كرمنا النهارده. النهارده كان الفرحه الحلوه قوي قوي دي يا شبكي، دي فرحه حلوه جدا جدا. يا سلام، مصر فرحانه كله، مصر فرحانه. طب قول لي بقى عم صلاح، انا عارفاك بقى انت بتتفرج دايما على الكوره بتبقى على اعصابك صح؟ انا عارفه ده. النهارده كده اتفرجت فين الاول؟ في البيت. في البيت، انا وقفت اي ارتباطات. أيوة. ليه بقى؟ انا يعني مش مساله تفاؤل وتشاؤم، تعودت ان انا اقعد على مكتبي كده قدام الشاشه، وجواد بناتي هم اللي بيحضروا معايا الماتش، وجانا ميمي جانا اللي هي اخر العجول، يا روح يا روح وبرضه ودينا دينا دينا كمان كانت لا مع نفسهم عشان الولاد يعني عشان ما يعملوليش قلق. ايوه. ونجوى زيها كويسه؟ زي البول الحمد لله. البنات وربنا يخليهم لك يا رب يا سلام. يا حبيبتي يا ميمي، يا حبيبتي يا حبيبتي، يعني قولي اثنين حبايبي قاعدين. الله يبارك. الفرحه كملت والله. طب قول لي يا شبكي، شبكي اتفضل. عايز اقول لك حاجه، ان كمان الفرحه كملت قوي بالكلمه اللي بعتها السيد الرئيس طبعا لاولاده واولادنا، ما دول اولادنا يا شبكي. طبعا طبعا دول اولادنا الابطال. طبعا طبعا. وانا ببعت من خلالكم 120 مليون بوسه للبطل ابو جبل. ابو جبل البطل النهارده. طبعا. ربنا كرمنا بالشناوي العظيم ومحمد صبحي، وربنا كرمنا رغم الظروف الصعبه اللي احنا عدينا عليها والاصابات، ابو جبل النهارده خلص بدري موضوع ضربات الجزاء ده، بنبقى يعني ايه. لا شفت هو صد كام جول يعني الحقيقه مع الثبات الانفعالي اللي كان موجود في المباراه. ايوه نهى الحكايه. صحيح. ما خلاص، اصل صد كورتين وفي كوره طلعت بره، خلاص خلصت، واحنا جبنا الثلاث كور بتاعتنا خلاص، ما كملناش بقى ليه لغايه زي الماتش اللي فات. طبعا. ما كملنا للضربه الخامسه اللي ايوه فضلنا كوره لكوره. صح صح. لا لا، عايز اقول لك مصر فرحانه فرحانة، مصر فرحانة قوي، فرحانة. مصر تستحق الفرح. ليلها بيغني لها وليلها للصبح سهران ويانا. الله. مبروك يا أعظم شعب، الشعب المصري النهارده هيسهر من الصبح، هيسهر في السعادة والهنا والفرحة، وجمعة مباركة عليه يا رب، وعلى كل المصريين اللي بجد، المصريين الحقيقيين اللي مش المصريين اللي في البطاقة، المصريين اللي في البطاقة الناس طالح بيهم. على فكرة احنا حاطين على الشاشة الصدى من الحاجات اللي صدها أبو جبل، وهو النهاردة كان جبل أبو جبل حقيقي يعني. أمال أمال، ما احنا يوم ما اتصاب الشناوي قلنا خرج أبو جبل، خرج جبل ودخل أبو جبل، خرج جبل لله. ودخل أبو جبل الحقيقة يعني. بص كل الولاد النهاردة عملوا اللي عليهم، او خلي بالك ده ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. صحيح. ثالث ماتش نلعبه 120 دقيقة. طب قول لي كتبت حاجة على الفيسبوك أول لما مصر فازت؟ كتبت حاجة؟ ليه؟ كتبت إيه؟ قول لي يا عم صلاح. كتبت كتير. أنا قلت إيه؟ يعني الله عليكم يا مصريين، الله عليكم. الدنيا وانتوا فرحانين فرحانه بيكم، واحلى حاجه يا ناسي فيكم اللي في قلوبكم في عينيكم، اللي في قلوبكم في عينيكم. مبروك يا اعظم واحلى واجمل شعب في الدنيا. مبروك. مبروك. وبعدين انت كنت في الدقائق دي مع استوديو تحليلي نسائي بحت. أيوة. يعني فنانة ميمي جمال. ده الجديد بقى، ده الجديد. انا طبعا عملت مداخلات بقى، ده الجديد بقى عليا النهارده. يعني حريمي جدا. يا سلام، ميمي جمال الليله اخر حلاوه واخر جمال. الحمد لله. شفتي منيري منوره الدنيا يا شفتي يا غاليه. الله يخليك. الله يخليك يعني يا عم صلاح عبد الله، اولا فرحتك واصلالي، يعني فرحتك واصلالي يعني. فانا والله مهما وصفت فرحتي ما مش هقدر اوصفها، مهما قلت وكتبت مش هقدر اوصفها. لا ربنا لا يفرحك دايما ويفرح إحنا مصر كلها. احنا بنحب البلد دي قوي يا شباب، بنحبها قوي 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 قوي، ونفسينا على طول يا رب دايما في الافراح. يا رب دايما في الافراح. يا رب. بشكرك الفنان صلاح عبد الله، بشكرك شكرا جزيلا. بصي الفرحه حلوه طبعا، النجاح حلو. لا وصلاح حقيقي قوي يعني. عملتوا ايه مع بعض؟
عملنا حاجات كتير، عملنا يعني اشتغلنا مسرح مع بعض واشتغلنا فيديو مع بعض. لا صلاح انسان في شغله مريح جدا وطبيعي. يعني انا فيا الحته دي برضو، يعني انا ما احسش ان انا بمثل، احس ان انا بقول الكلام من صلاح كده. فمن زمان قوي قوي دايما اقول له يا صلاح ربنا وكمان حكايه التاليف دي ده من زمان كان التاليف دي وبيقول على طول شعر وشعر وبيالف وبيغني وبيعمل كل حاجه. صلاح جميل. عارفه النهارده انا حاسه كمان ايه، انه احنا عاملين زي ما انتوا في المسرح لما بيقف الجمهور وهو معجب بالمسرحيه يقعد يسقف. مش عايز الناس تمشي. احنا كنا بنعمل هنا وانت من شويه. أيوة. كنا واقفين نسقف بالظبط، بنسقف وبنزغرط وبننبسط وبنعمل كل حاجه. لما الناس كانت بتقعد تسقف لكم كتير كده ومش عايزينكم تمشوا من على خشبه المسرح طبعا، كنتوا تفضلوا بقى واقفين لحد ما الناس تخلص الحماس اللي جواها؟ لا يعني التسقيف لما بيبقى حامي قوي طبعا بتقفي، لما ابتدي يخف خلاص تشكر يعني. بس بيبقى حماس الناس حلو يعني. طبعا طبعا، ده روح الانسان الفنان، روحه الناس ده اكيد طبعا. طيب احنا النهارده خدنا هذه الطاقه الحلوه. أيوة. وانا سعيده بطلتك وسعيده بوجودك وبشجعك وان شاء الله هيبقى لنا لقاء تكوني عملتي الحاجات اللي انت نفسك تعمليها ان شاء الله. هل في ادوار بعينها انت فعلا نفسك تعمليها بالشكل الجديد اللي بقى فيه الوسط دلوقتي؟ يعني عايزه اعمل ادوار فيها بتقول للناس حاجة. يعني مش مجرد ان انا بمثل شخصيات عملتها كتير قبل كده، لكن نفسي اعمل ادوار تكون جديدة عليا وبتقدم بتقول حاجة للناس. دي مهمة قوي. مش فارق معاكي بقى تبقى مركبة، تبقى زي ما تكون، مفيش مكياج، لكن يبقى الدور حلو. ما بيهمنيش بقى ان انا اعمل خالص. مكياج اعمل شعر، شفتيني في اول المشهد منديل ومفيش، المهم انها تكون بتقول حاجه. اكيد. بس انت نورتينا واسعدتينا بوشك الحلو، وانا متفائله وان شاء الله تعملي ادوار حلوه لانه مكانك موجود ومنتظرك. قبل ما اروح فاصل، تحبي تقولي ايه بقى للجمهور النهارده في الفرحه الحلوه دي؟ عايزه اقول للناس الف 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 مبروك، وعايزه اقول لمصر الف الف مبروك، ورجالتنا رجاله وبيقفوا وخدوا البطولة دي من بق الأسد. أنا حاسة إن إيه السيناريو هياخدوها بإذن الله، كانت عاملة كده يوم الأحد بقى إن شاء الله، فتحوا كده وطلعوا البطولة، وإن شاء الله دايما نبقى في نجاح ودايما نبقى منتصرين ودايما نبقى كويسين ومصر تبقى دايما حلوة يا رب. أكيد. الفنانة الجميلة ميمي جمال، أنا بتمنى لك دايما كل حاجة حلوة. شكرا. زيك كده وتعملي كل حاجة حلوة. نورتينا وأسعدتينا. شكرا. وأدخلتي البهجة والسرور علينا وعلى الناس كلها. الله يخليك. بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبتي. الفرحة لسه مستمرة التاسعة معاكم، وحيكون عندي استوديو تحليلي، هنفرح ونتكلم ونحلل ونشكر وكل لاعب وكل رجل من رجال مباراة مصر، المنتخب مصر العظيم أمام الكاميرون، هيكون له كلمة حلوة معانا. انتظرونا فاصل قصير، افرحوا شوية ونكمل فرحتنا ونرجع نواصل معاكم التاسعة الليلة. مبروك يا مصر. بصوا شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يراهب اي لحد.